من يتحمل مسؤولية ضعف هذه المنظومة التربوية حسب ما تقولين؟ الحكومة كلها أم وزيرة التربية أم القائمين على وزارة التربية؟ من؟ انا نقول وزاره التربيه بشكل عام، سواء من القائمين سواء بالقرار تاع الوزيره. الوزيره اللي تلحق يا اخي، شوف كاين بعض الامور اللي ما نقدروش نتجنبهم. انا نعرف ملي كنت ندخل سنه اولى ابتدائي، اول حاجه ديرها المعلمه تاعي انها تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا بسم الله، وقبل ما نقراو قولوا السلام عليكم، ندخلوا بالسلام عليكم، نكتبوا بسم الله، نقراو الحمد لله، ونبداو في القرايه تاعنا، ان رب العالمين يفتح عليك الباب. هذه تجي حتى من بسم الله تقول لك نحيها من السبوره ما تكتبهاش، معليش تغاضينا فتناها. بعد تلحق لدرجه تقول لك ما عندكش حق انك تصلي في الحرم المدرسي، لي وتعطيك اسباب تحاول انك تقنعك. هاي تقنع الشعب الجزائري باسباب واهيه، او باش ما يكذاش، باش ما نعطلوهمش حتى الدراسه، باش ما يبقاوش رايحين جايين، باش ما يصراوش مشاكل. علاه كي كنا احنا نصلي في المدارس، كي علمونا احنا في الابتدائي سنه ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي كيف نصليو؟ الوقت هذا كانوا مشاكل، خرجنا احنا عندنا مأزمين دينيا، خرجنا احنا معقدين نفسيا من الدين تاعنا. بالعكس خرجنا من هنا بعدنا وحنا وجينا، يبقى الاسلام، يبقى الدين تاعنا، يبقى من بين الثواب تاعنا في الشخصيه تاعنا. لكن هي اليوم تحوس نشوف فيهم حوسوا يطمسوا كل الثواب تاعنا، حوسوا يلغيوهم. انك تلغي لي الصلاه، يعني انت كنت اذكى من الرسول عليه الصلاه والسلام، علمهم على سبعه وضربهم على عشره، تفهمي خير منه. لا والادهى تكون سعيدة جدا لما تجي تقول لك أنا اليوم راني فتحت لهم معهد تاع موسيقى، أنا اليوم راني ديرت لهم اليوم ماليش نتفرجت هذيك النهار في التلفزة وجبت التلاميذ تقول لهم باش نعلمهم المسرح ونعلمهم كذا، باش نرقيهم، نرقي المستوى تاعهم الحسي والفني، وباش نخليهم يكونوا متناغمين. سمعتي؟ تنحي لهم القرآن، تنحي لهم الصلاة.